نظرا للفوائد الكثيرة والمختلفة لركوب الدراجات الهوائية، أقامت مؤسسة برج بابل المهرجان الثاني للدراجات الهوائية أو البايسكلاتا في مقر المؤسسة الكائن في شارع أبي نؤاسة. المهرجان جاء وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع الطريق الذي انطلقت منه الدراجات لكي يتسنى لهم التجول بحرية وأمانة. عدد كل المشاركين يعني تجاوز 200 مشارك ومشاركة، عدد البنات أكثر من 50 بنية اليوم ويانا مشاركة، فإذا نقارن بالمهرجان السابق لا يمكن كان عندنا بس 20 مشاركة، فلهذا نشوف أنه إحنا قدرنا نحقق شيء اليوم مختلف، وبالإضافة إلى الهدف الرئيسي من هذا المهرجان هو ترويج ثقافة استخدام البايسيكل كوسيلة للنقل وسط هذه الازدحامات وكذلك المحافظة على البيئة. في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية بإزالة الكتل الكونكريتية من شوارع العاصمة، عبر الحاضرون عن أمنياتهم بإزالة الحواجز الطبيعية والمجتمعية لبغداد وكسر التردد والخوف. الجهد التطوعي كذلك للقول أن المشاريع الكبيرة مثل هذه مو بالضرورة تهدر لنا أموال الدولة أو تكلف مئات الآلاف من الدولارات، لا، مبادرة تطوعية البعض مبالغ بسيطة جدا، مؤسسات تساهم بالدعم، تمكين مبادرة البنك المركزي، وكالات أنباء، قنوات تلفزيونية، تجمعات، منظمات مجتمع مدني أخرى مشاركة، رياضة ضد العنف. وشارك بالمهرجان عدد كبير من الشباب والكبار والأطفال، وكان العنصر النسوي هو الأكثر حضورا بين المشاركين، فيما تمثل هدفهن الأساسي بكسر التقاليد والعادات التي تقيد حرية مشاركة المرأة بمختلف النشاطات الحياتية. شيء حلو مختلف عن باقي المهرجانات شوية، يعني واحد يغير جو هاي ويساعد هذا المهرجان على أنه يغير فكرته عن المجتمع. هذه أول مرة أشارك، بس راح أشارك بها كل سنة لأن المبادرة هي كلش حلوة. أعتقد هي كسر للجمود اللي دا يصير بمجتمعنا، كسر العادات والتقاليد، خاصة مجتمعنا هذا عنده، خاصة البنات ما يصير عندهم فتشي معقد من أنه البنية تطلع وتركب دراجة هوائية. عندي حلم، عندي بايسيكل، هو الشعار الذي يرفعه أوسع مهرجان للدراجات الهوائية في بغداد. حلم لم يكن للشباب فقط بل للنساء أيضا، قد يكسر بعض التقاليد الذكورية وقد ينجح أيضا في إعادة الصبغة المدنية التي كانت تغلف حياة العراقيين. من بغداد رفل العزيز، الرشيد.